السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده بيخليك تعمل قصص أو الطفل هو اللي يكتب القصص بنفسه، ويقدر يشوف برضو القصص اللي ناس تانية كاتبينها، فتقدر انت تألف قصص أو تقدر تستعرض المكتبة الناس عادية خالص هي اللي كاتبة القصص. الذكاء الصناعي بيمشي معاك خطوة خطوة لحد ما القصص تتعمل. أول حاجة بيقولك خش بالحساب بتاعك، وبعد كده بيقولك بقى اختار عايز تتكلم عن ايه. فمثلا ايه الذي بالضبط؟ تمام اهي. وممكن تقول له بقى انا عايز ستايل معين او عايز حاجة معينة، هو يبدأ ايه يساعدك في انشاء القصة. بيقول لك خلاص احنا عملنا لك قصة، انت بس تقول لنا الاسم واحنا ايه هنألف لك قصة عن بطة كسولة وهكذا. فعمل لك قصة. تقدر انت برضو من الاول خالص تشوف كل قصص اللي الناس الاطفال كتبوها او الناس التانية كتبوها، ويمكن لعله عسى تطلع قصة كويسة. احنا بس كتبنا الاسم بتاع القصة، هو بدأ يحمل لنا القصة. ممكن تقول له بقى انا عايز ستايل معين مثلا ديجيتال حاجة زي كده، يبدأ ان هو ينشئها. مثلا عايزها بشكل معين، فالفري ليه حد معين 5 قصص، اللي هو بفلوس $5 كل شهر بيديك 30 قصة كل شهر، بيديك شوية إجبانات أكتر. هنا ما تقدرش تلغي القصة اللي أنت كتبتها، هنا تقدر تلغيها. ليه بفلوس تقدر تلغيها؟